السلام عليكم. غادي نتكلم اليوم على واحد الموضوع اللي مهم، أثار نقاش كبير في الأشهر الماضية، وبالتحديد التوقيف ديال الجزائر على إمدادات الغاز عن طريق الأنبوب المغاربي في أكتوبر الماضي، بعد انتهاء العقد اللي كان عند شركة سوناتراك مع المكتب الوطني للكهرباء، اللي كان بموجب هذا العقد كيمر الغاز الجزائري إلى أوروبا، بالتحديد إلى إسبانيا عن طريق الأراضي المغربية عبر الأنبوب المغاربي. بعد ما توقف هاد الإمدادات هذه في السياق اللي كتعرفوه ديال التشنج أو الذي التوتر ديال العلاقات المغربية الجزائرية، كانت الجزائر كتراهن على واحد المسألة مهمة، هو خلق أزمة حقيقية للمغرب في الإمدادات ديالو ديال الطاقة. ولكن المغرب بحكم العلاقات اللي عنده، بحكم الانفتاح ديالو على السوق الدولية، استطاع اليوم إعادة تشغيل جوج محطات اللي كتشتغل بالغاز الطبيعي المسال. اليوم المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وأيضا المكتب الوطني للماء والكهرباء، داروا واحد البلاغ مشترك قالوا فيه بأن المملكة أعادت تشغيل جوج محطات اللي كتشتغل بالغاز الطبيعي المسال، اللي هما محطة ديال طهدارت اللي كتوقع أو الواقعة في ضواحي ديال طنجة، والمحطة ديال عين بني مطهر اللي كتوقع أيضا واللي موجودة في ضواحي ديال عين بن مطهر. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أكدوا اليوم في البلاغ ديالهم أن المحطتين اللي كيشتغلوا بالغاز الطبيعي تم التأمين ديال الغاز من جديد بواسطة أنبوب الغاز المغاربي، ذاك الأنبوب اللي كان ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، ولكن هذه المره بشكل معاكس، ان الغاز كيجينا من السوق الاوروبيه، من السوق الدوليه عن طريق هذا الانبوب هذا. إذن اليوم كيتبين بان المساعي ديال الجزائر لتوريط المغرب في ازمه ديال الطاقه لم تنجح، على اعتبار ان المغرب تمكن مع الشركاء ديالو باش يضمن تدفق ديال الغاز في الاتجاه المعاكس عبر الأنبوب المغاربي، ويعيد تشغيل هاد جوج محطات في ظرف قياسي في ظل هاد الأزمة اللي كنعيشوها ديال يعني الحصول على الطاقة والتكلفة ديالها وغيرها من الأمور، في السياق اللي كتعرفوا السياق الدولي المتوتر، واللي من السمات ديالو الأساسية الحرب الأوكرانية الروسية. كتعرفوا بأن الجزائر يعني ماشي غير قطعات الغاز الجزائري ونهات من طرف واحد ذاك العقد اللي كان ساري المفعول، ولكن أيضا سعات عن طريق الضغط على إسبانيا باش أن المغرب ما يوردش الغاز في الأنبوب. وقالت في إسبانيا هذه أسابيع بأنه هدتها في الحقيقة باش أنها تقطع عليها الغاز التاهية إلى هي مشات وردات الغاز الجزائري للمغرب. هي فعلا كانت كتحاول من هذه الخطوة هذه باش أن المغرب ما يوصلش للمصادر ديال الطاقة نهائيا وتوقع فيه أزمة حقيقية ديال الطاقة، ومش أي طاقة، الطاقة الكهربائية اللي يعني أي دولة محتاجة لها بشكل ضروري ورئيسي لسير دوامات الإنتاج ولا سير عجلة الإنتاج في المصانع، وأيضا الاستهلاك المنزلي وغيرها من الاستهلاكات الأخرى اللي كتعتمد على الكهرباء. هدتها بقطع الغاز، ولكن إسبانيا كان عندها مجال ديال التحرك واسع بالنظر للشركاء ديالها الأوروبيين، واللي مارسوا من جهتهم واحد الضغط في الاتجاه المعاكس. ورغم ذلك فإن الحقيقة أن الغاز المغربي أو الغاز اللي كيتورد اليوم من المغرب هو يعني مقتنى من السوق الدولية، فقط تم الاستغلال ديال البنية اللي كينا حاليا، وبالتالي فالمساعي ديال الجزائر يعني لم تفلح في هذا الاتجاه وفي هذا الأمر، وهذا الشيء اللي خلى في الحقيقة الجزائر تدخل في واحد أزمة دبلوماسية حقيقية وأزمة حقيقية كبيرة مع إسبانيا، وشتو التداعيات ديالها أخيرا.
واللي غلفتها بالطبع بالملف ديال الصحراء المغربية، بأن الموقف تغير الموقف الإسباني من الحكم الذاتي هو اللي زعما خلى باش الجزائر تسير في اتجاه إعادة النظر في العلاقات ديالها مع إسبانيا، مع أن الحقيقة هي أن إسبانيا حافظت على العلاقات الاقتصادية المتينة ديالها مع المغرب، وانتصرت لمصلحتها الاقتصادية على مصالح أخرى. الجزائر بعد ما حسات بأن هذا الأمر هذا خرج من السيطرة ديالها وما عندهاش حدود باش أنها تقطع توريد الغاز على المغرب من السوق الدولية عبر الأنبوب المغاربي، اليوم كتحاول في اتجاه آخر وفي اتجاه معاكسة المغرب على المستوى المشروع الطموح الكبير ديال إمدادات الغاز من نيجيريا أو خط الأنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب وعبرها إلى أوروبا أو الخط الإفريقي الأوروبي. ناضت الجزائر عاد فاقت بأنها كان خصها دير واحد الأنبوب ديال الغاز تاهي مع نيجيريا، ومشاو المسؤولين الجزائريين لنيجيريا وحاولوا يقنعوا المسؤولين النيجيريين بجدوى إحياء فكرة ديال أنبوب ديال الغاز بين الجزائر ونيجيريا، وبالرغم من أن المسؤولين النيجيريين برغماتيين تعاملوا مع الموضوع يعني بمصلحة، قالوا لهم ماشي مشكل نديروا حتى معكم هذا الأنبوب، ولكن عمليا تقنيا ماليا الخبراء كيقولوا بأنه من الصعب جدا أن هذا الأنبوب هذا الثاني اللي كتحاول الجزائر ديروا مع نيجيريا من الصعب أنه يتحقق على الأرض الواقع في ظل حقيقة واحد يعني واحد أزمة اللي كتعيشها الاقتصاد الجزائري وكتعيشها المنظومة الاقتصادية الجزائرية اللي سبق وكان فيها تقرير ديال البنك الدولي اللي رسم صورة سوداء على الاقتصاد الجزائري اللي أكيد غادي يلقى مشكل حتى في ضمان يعني المستلزمات الضرورية في الجزائر، فبالأحرى الاستثمار في مشروع بحال هكا، وحتى الناس الشركاء الدوليين والأبناك اللي ممكن تمول ولا تخوض في تمويل هذا المشروع هذا يصعب عليها أن تخاط فيه، في عكس أن المشروع اللي كيديره المغرب كاين إقبال وكاين تجاوب، بل أكثر من ذلك حتى الرئيس النيجيري اللي تبعته أخيرا وجه واحد الرسالة واضحة للشركاء الدوليين وبالخصوص بريطانيا باش أنها تستثمر في هذا الأنبوب، وهو ما قالش هذا الكلام فقط لأنه حبان في المغرب، ولكن لأنه يرى بأن هناك قابلية للتطبيق ولإنجاز هذا الأنبوب، واللي غادي يكون عنده عائد كبير على نيجيريا وعلى الدول اللي غادي يفوت فيها والمغرب أيضا وكذلك أوروبا، خاصة في ظل التحولات اللي تكلمنا عليها على المستوى الأوروبي اللي الميزة ديالها هو التوتر على المستوى السياسي والاقتصادي وعلى مستوى الإمدادات ديال الطاقة بالتحديد. فالمغرب اليوم بإعادة تشغيل ديال هاد جوج محطات أثبت بأنه فعلا ممكن أنه من خلال تنويع الشركاء ديال الأوروبيين اللي ممكن يوردوه بالغاز وبمصادر ديال الطاقة الأخرى ممكن يستغنى على الجزائر بشكل مطلق. تحياتي لكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.